اهم الاخبار، وعايزه اتوقف الاول شويه مع حمله احنا معاك، حمله محترمه بتنفذها وزاره التضامن الاجتماعي وكل المحافظات ضمن مبادره حياه كريمه. طبعا ده ترجمه لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم الاشخاص بلا مأوى في الشوارع والميادين لهذه المبادره للتخفيف عنهم وللتخفيف من معاناتهم. هي لفتة إنسانية من الرئيس بتأكد أنه متابع كل صغيرة وكبيرة، خصوصا بالنسبة للمواطنين الأولى بالرعاية. طبعا أكيد تتخيلوا يعني كل المشاغل والمشاكل الداخلية والخارجية اللي ممكن يكون الدولة بتواجهها والرئيس بيواجهها. طبعا اجتماعات شبه يومية مع الوزراء والمسؤولين في كل الملفات، في اليوم الواحد بيبقى فيه أكتر من اجتماع، لكن الحقيقة الرئيس بيتابع هذه الملفات الإنسانية بشكل حقيقة يطلق صدر المواطن. يعني أنا دلوقتي لما ألاقي أنه في عز البرد اللي احنا فيه هذه الفرق، فرق الإغاثة نازلة وبيشوفوا مين محتاج أنه هو يتنقل، سواء لدار رعاية سواء لمستشفى، سواء كان شخص كبير في السن سواء شاب سواء طفل، الحقيقة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معاه، حقيقي يخلي الواحد برضو ينام وهو مرتاح. يعني كتير مننا بيجوا يناموا في عز الشتاء والبرد، الحقيقة احنا يعني الفترة اللي فاتت مرينا بظروف جوية صعبة جدا، ورغم كده كنا يعني في الظروف الجوية دي كان الواحد برضو ساعات كتير، أنا من الناس وأنا داخل أنام ببقى يعني صعبان عليا الناس اللي نايمة في الشارع دي. فلما يبقى في مبادرة زي دي حقيقي بنبقى سعدة بيها وبنتمنى إن هي تحقق يعني الهدف منها، وانه تقضي على اي حد يكون موجود في الشارع، تقضي على الظاهره دي ويبقى كل واحد اما موجود مع اسرته اذا ينفع نرجعه لاسرته، او ان هو يروح للمكان المناسب ليه، سواء كان دار رعايه، دار للاطفال الصغار في السن، مستشفى، ايا مكان. احنا شفنا الموضوع ده في الايام اللي فاتت، ومواقع التواصل كانت بتصور يعني الحالات دي، كان البعض بيوثقها، وطبعا الاخبار كنا بنتابع برضو معاكم. ده حصل مع بعض الحالات زي حاله طفل اسمه محمد اشرف، كان يعني ايضا من الاطفال اللي تم التعامل معهم. طيب احنا معانا الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزاره التضامن. مساء الخير يا دكتور محمد واهلا بحضرتك. مساء الخير يا استاذ ريان، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. تحياتي ليكم الحقيقه، يعني تحياتي للسيد الرئيس الاول على الفكره والمبادره، وتحياتي لوزاره التضامن الحقيقه على الجهد اللي بتقوموا بيه. قد ايه الواحد بيبقى مبسوط كل ما يسمع ويتابع ويقرا ان في حاله جديده تم انقاذها وتم التعامل معاها ونقلها للمكان المناسب ليها. والله بجد يعني ربنا يبارك لكم في الوقت اللي احنا فيه في عز البرد والتراب والجو ده، حقيقي الناس دول محتاجين اللي يقف معاهم، فربنا يعينكم وما تخلوش ولا حد موجود في الشارع. والله الحمد لله احنا على مدار كان 72 ساعة منذ انطلقت يعني التدخل السريع مع أطفال بلا مأوى، ودي كانت يمكن مبادرة من مع الوزيرة غادة والي تماشيا مع اهتمام السيد الرئيس بإنقاذ السيدة اللي كانت بتسقط إلى جانب المترو. الحمد لله احنا شكلنا فرق عمل مشتركة من التدخل السريع وأطفال بلا مأوى، نجحنا خلال 72 ساعة دول في انقاذ ما يقرب من 350 حاله في محافظات مصر المختلفه، واحنا طلعنا بيان صباح اليوم عن ما تم خلال ال 48 ساعه اللي فاتت، كان العدد يعني يفوق ال 280 حاله. العدد ده الحمد لله لحد دلوقتي انا بكلم حضرتك زملائي في الشارع، كلنا في الشارع بصراحه بنتابع الشغل معاهم الحمد لله. وصلنا كام لحد دلوقتي؟ يعني طبعا احنا لان احنا التجميع دي بنشتغل عليها من كل المحافظات، لكن انا حسب المعلومات اللي عندي والحاجات اللي زمايلي بيصورها لنا، لان احنا بنوثق كل حاله بنتدخل معاه، يعني اقدر اجزم ان احنا تخطينا ال 350 حاله ما شاء الله. واحنا طبعا لان احنا اليوم معظمه بيبقى بالليل، يعني احنا معظم المشردين والاطفال اللي ليس لهم مأوى يعني بيظهروا اكتر بالليل والشوارع بتكون يعني افضى شويه، بنقدر نقدر نتدخل. اعتقد ان احنا ممكن على ان شاء الله على بكره الصبح نقدر نطلع بيان تاني عن كامل الاعمال في ال 72 ساعه، اعتقد ان العدد هيتخطى 350 ان شاء الله. هايل. هي الحالات مش كلها اطفال، يعني حسب ما تابعنا وشفنا وشايفين اهو على الشاشه في كبار سن كمان. لا في عشان كده يا فندم احنا عملنا يعني فرق مشتركه كويس للتدخل السريع اللي هم بيشتغلوا ليهم 3 سنين على كبار السن وحاطين اطفال بلا مأوى اللي بيتعاملوا مع الاطفال، بحيث ان كل الخبرات متنوعه، لان زملائي اللي في اطفال بلا مأوى التدخل السريع مدربين على مستوى عالي جدا، عندهم خبرات عاليه جدا، اخصائيين نفسيين، منهم اخصائيين اجتماعيين، عندهم خبره كبيره. فاحنا عاملين يعني
كان بالخبرات وطلعنا فريق واحد من الفريقين بيتحركوا مع بعض بامكانيات مشتركه بحيث يقدروا يتعاملوا مع كل الفئات في كل المناطق. هايل. اكتر المحافظات اللي لقيتوا فيها اطفال بلا ماوى واللي لقيتوا فيها يعني مشردين من كبار السن كانت فين يا دكتور محمد؟ هل نقدر نقول ان في محافظات اكتر من غيرها؟ القاهره طبعا، يعني القاهره بتتصدر المشهد من حيث العدد، لكن في يمكن محافظات انا بالنسبه لي كانت مفاجاه الاعداد اللي طلعت منها، زي ايه؟ السويس وبورسعيد. يمكن بورسعيد احنا في يوم واحد تعاملنا من 40 حاله من بورسعيد، النهارده كمان بنكمل بالتعاون مع محافظه بورسعيد ومديريه الامن، والسويس كمان فيها اعداد كتيره. يمكن المنيا، زملائي في المنيا مدير مديريه المنيا بنفسه كان بينزل مع الزملاء، ومدير مديريه اسوان كمان كانوا نازلين بنفسهم، زملائي في الغربيه اتحركوا انقذوا اكثر من 5 6 حالات. يعني في محافظات فيها اعداد، لكن احنا بنتكلم عن اعداد 50 60 و80. يعني امبارح واول امبارح في الجيزه العدد كان حوالي 40، العدد اضعاف كده في القاهره، لكن في كل المحافظات. يعني احنا زمايلي ال10 محافظات اللي فيهم مشروع اطفال بلا ماوى بيشتغلوا مع التدخل السريع مشتركين، لكن باقي المحافظات التدخل السريع بيشتغل فيها منفرد، وفي كل المحافظات في تدخلات وفي حالات الحمد لله. يعني الطريقه والاستراتيجيه اللي محطوطه وخطوط السير اللي تم الاتفاق عليها ومستوى التدريب اللي حصل عليه فرق التدخل السريع الى حد كبير بيمنحهم مساحه من النجاح. عدد كبير جدا جدا من الناس اللي احنا بنوصل لهم بنقنعهم بانهم ينتقلوا معانا الى دور الرعايه. امبارح بس دار رعايه واحده كان داخل فيها 6 حالات دفعه واحده تم التعامل معاهم من منطقه وسط البلد وجنوب القاهره وشرق القاهره، يمكن تم نقلهم لدار رعايه واحده، الستة دخلوا مره واحده في دار رعايه. عندنا في دار رعايه اللواء اسمها دار البسمه الشرقيه قدرنا نحول لها امبارح ما يقرب من 7 أو 8 حالات الحمد لله. يعني الحمد لله. والاهم الروح اللي يمكن بتبثها وزيره التضامن في فريق التدخل السريع واطفال بلا ماوى انها بتتواصل معاهم مباشره، بتتواصل معاهم بشكل مباشر، بتتابعهم بشكل مباشر، حاسين انه الموضوع مهم وان في اهتمام على اعلى مستوى. ممتاز. طب بتتدخل معاهم يعني. ممتاز. اخر حاجه عايز اسالها حضرتك دكتور محمد، مهم كمان انه الارقام يعني يكون في حد على طول لو في حد عايز يبلغ او كده من خلال الارقام اللي اعلنتوا عنها، يكون في دايما طول الوقت ناس بترد على الارقام دي، هل ده يعني حاجه تقدر تطمن الناس عليها؟ احنا قدر ما بنستطيع بنقدر نرد على كل الاتصالات. انا عايز بس اطمن الناس انه ما فيش وسيله اتصال واحده، في اكتر من وسيله اتصال، اما انه من خلال الخطوط الساخنه اللي هي 16 528 و16 439 الى جانب رقم التدخل السريع، والاهم من كل ده صفحه الفيسبوك، صفحه الوزاره على الفيسبوك، صفحتي الشخصيه على الفيسبوك، وصفحه ويس. اي حد بيشتغل في وزاره التضامن احنا متواصلين طول الوقت في صفحات كتيره، تكافل وكرامه واطفال بلا ماوى وصفحه الوزاره الرسميه، كل هذه الصفحات احنا بنستقبل عليها الشكاوى وبنتعامل معاها بمنتهى الجديه، ما فيش حد بيبعت لنا رساله الا ما بنرد عليه فورا وبناخد البيانات. زملائنا الاعلاميين كلهم بيتواصلوا معايا على الواتساب وبشكل شخصي، يمكن معظمهم النهارده يعني عدد كبير جدا من الزملاء الاعلاميين. بس قبل ما اكلم حضرتك كان معايا الاستاذ نادي قمحه زميلنا ورئيس طبعا استاذ احمد ناجي قمحه بالظبط، يعني لسه هو شخصه كان يبلغ عن حاله، هذه الحاله الايجابيه من الاعلاميين ومن المواطنين هي اللي كمان تمنحنا الرغبه والقدره على ان احنا نكمل ونشتغل، وان شاء الله احنا مكملين لحد ما نوصل الى المستوى اللي يرضي الناس ويرضي يعني كل المصريين، ان احنا تدخلنا ووصلنا لقيته بصراحه شديده من الصعب ان شاء الله. واحنا في حاله في البرد ده واحنا قادرين نوصل لها، واحنا معاكم دايما، واي شيء تحتاجوه طبعا اكيد يساعدنا ان احنا نكون معاكم، لانها مبادره محترمه الحقيقه. شكرا لحضرتك.